بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه أستعين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة بإذن الله سنتطرق إلى وضعية التركيب الجمعي للأضواء، وذلك في ميدان الضوء أو الظواهر الضوئية لمستوى السنة الثالثة من التعليم المتوسط. يعني فالوحدة هي التركيب الجمعي والتركيب الطرحي للأضواء. سنأخذ الجزء الأول منها المتمثل في نموذج التركيب الجمعي. وفي هذا الجزء لدينا موردين، المورد الأول يتمثل في إعادة تشكيل الضوء الأبيض انطلاقا من ثلاث أضواء لونية فقط. يعني رأينا في حلقة سابقة أن ضوء الشمس أو ضوء المصباح العادي فهو ذو لون أبيض، ورأينا أن هذا الضوء الأبيض هو ليس لون واحد، وإنما هو مركب من عدد غير منتهي من الأضواء. بعملية التحليل بواسطة المبشور حصلنا على هذا الألوان التي هي قلنا عددها غير منتهي، حصر في سبع مجموعات مرئية مرتبة من الأحمر إلى البرتقالي، فالأصفر فالأخضر فالأزرق فالنيلي فالبنفسجي. هذه المجموعات المرئية. إذن ثم رأينا إعادة تركيب ألوان الطيف، يعني الحصول على الضوء الأبيض اللون الأبيض انطلاقا من ألوان الطيف من خلال قرص نيوتن. إذن وفي هذه الحلقة بإذن الله سنرى طريقة أخرى لإعادة تشكيل الضوء الأبيض انطلاقا من ثلاث أضواء لونية فقط، أي من ألوانه الأساسية. إذن بدون إطالة سنناقش الوضعية أو النشاط التجريبي المقترح في الكتاب. إذن يقول أجرب وألاحظ. قال أحضر ثلاث مصابيح باللون الأحمر الأخضر الأزرق كما هو في هذه المحاكاة. إذن سنحضر ثلاث مصابيح، قلنا بالألوان التي طلبت منا، مصباح باللون الأحمر كما نلاحظ فهذا هو تمثيل المصباح الأحمر، ثم مصباح أخضر هذا هو المصباح الأخضر يضيء هنا في هذه البقعة، فهذه البقعة السوداء تمثل الشاشة البيضاء، ومصباح باللون الأزرق. إذن بعدما نشغل هذه المصابيح ماذا يطلب منا؟ أن نسقط حزمها الضوئية في منطقة واحدة من الشاشة. إذا نشغل المصابيح ثلاثة، قلنا ونسقط حزمها الضوئية على نفس المكان من الشاشة البيضاء، فما الذي نلاحظه يا ترى؟ لاحظ جيدا، فإننا نتحصل على بقعة ضوئية أو مساحة ضوئية ذات لون أبيض. إذن لنجيب على الأسئلة التي وردت في هذا النشاط. قال لماذا تم اختيار أضواء الثلاثة؟ إذن تم اختيار أضواء بالألوان المقترحة أحمر وأخضر وأزرق في هذه التجربة. قلنا لأنها هي الألوان الأساسية في الضوء. ثم بعد ذلك يقول ما الذي يحدث عندما نسقط الأضواء الثلاثة الأحمر والأخضر والأزرق على نفس المساحة من الشاشة؟ إذن قلنا نلاحظ أننا تحصلنا على ضوء أبيض. إذن يقول فسر. فلنفسر ما الذي حدث. إذا نتج عن مزج ثلاثة أضواء لونية ضوء أبيض فأكيد أن هذه الألوان الضوئية هي ألوان أساسية. إذن هذا بالنسبة للتفسير. ثم نمر إلى
الاستنتاج للإجابة على السؤال الوارد في النشاط: ما هي الألوان الأساسية للضوء؟ إذن فالألوان الأساسية في الضوء هي الضوء الأحمر، الضوء الأخضر، والضوء الأزرق كما نلاحظ في هذه المحاكاة. الجزء الثاني: ما هي المركبات الأساسية للضوء الأبيض؟ وأكتبها أو رموزها بالحروف اللاتينية. إذن فالمركبات الأساسية للضوء الأبيض مثل ما رأينا هي الأحمر رمزه R، والأخضر رمزه V، والأزرق رمزه B، RVB. إذن فهذه هي رموز مركبات الأضواء الأساسية للضوء الأبيض. إذن نمر إلى المورد المعرفي الثاني. إذن لازلنا مع نموذج التركيب الجمعي. ففي المورد الثاني نريد أن نتكلم عن التركيب الجمعي للأضواء بالألوان الأساسية وأيضا حتى بالألوان الثانوية. إذن نقول التركيب الجمعي للأضواء. فنبدأ بتركيب أو تسليط ضوئين أساسيين في نفس المساحة من الشاشة البيضاء. إذن لدينا الأضواء السابقة: ضوء أخضر، ضوء أحمر، ضوء أزرق. سنسقطها مثنى مثنى في نفس المساحة لنرى. يعني ماذا نعني؟ كأن نسلط مثلا الضوء الأخضر والضوء الأحمر في نفس المساحة لنلاحظ على ماذا نحصل، ثم الضوء الأحمر والضوء الأزرق على ماذا نحصل، ثم الأخضر والأزرق على ماذا نحصل. إذن لنلاحظ هذه المحاكاة. إذن نشغل المصباح ذو اللون الأخضر هكذا، ثم نشغل أيضا المصباح الثاني وليكن المصباح الأحمر. لاحظ الآن نحاول أن نسقط البقعتين الضوئيتين في نفس المكان، أو الحزمتين الضوئيتين على نفس المكان من الشاشة. إذن لاحظ ما على ماذا نحصل، فإننا نحصل على منطقة ضوئية صفراء. إذن فببساطة امتزاج الضوء الأحمر والأخضر يعطينا الضوء الأصفر. سنجرب لونين آخرين: المصباح الأحمر مع المصباح الأزرق. إذن نضبط موقع البقع الضوئية على الشاشة، ثم نسلط قلنا الضوء الأزرق. لاحظ إذن عندما يتطابق أو يمتزج الضوء الأزرق مع الضوء الأحمر على الشاشة يعطي لنا لون أرجواني، لون أرجواني الذي سنرمز له لاحقا بالرمز M. أرجواني أو وردي يعني لا فرق. إذن ها هو اللون الناتج عن امتزاج الضوء الأزرق والضوء الأحمر. نرى الثنائية الأخرى: الضوء الأخضر نمزجه مع الضوء الأزرق. الضوء الأخضر مع الأزرق. إذن لاحظ أنه نعم عند الامتزاج يعطيان لنا بقعة ضوئية ذات لون سماوي، أزرق سماوي. إذن وبهذا نكون قد حصلنا على الأضواء الثانوية. إذن كما رأينا نلخص هذه التجربة أو هذا النشاط: تركيب ضوئين أساسيين. إذن لأجرب وألاحظ نلخص تلك النتائج في الجدول الآتي. إذن الضوئين المسلطين على الشاشة هما الأحمر والأخضر. فما هي مركبتي الضوئين المسلطين؟ يعني رموزهما، فهما رمزهما R و V، أحمر R وأخضر V. ما هو الضوء الذي شاهدناه على الشاشة في المنطقة المشتركة؟ إذن عندما امتزج الضوء الأحمر والضوء الأخضر أعطى لنا ضوءا أصفر. ثم
التجربة الثانية الأحمر مع الأخضر رمزهما RB أحمر وأخضر، عند امتزاجهما أعطيا لنا اللون الأرجواني، اللون الأرجواني أو الضوء الأرجواني. ثم المحاولة الثالثة أو التجربة الثالثة، سلطنا الضوء الأخضر والضوء الأزرق رمزهما VB الأخضر والأزرق على نفس المنطقة من الشاشة، فأعطيا لنا ضوء سماوي اللون. إذن فماذا نستنتج؟ الألوان الأساسية في الضوء مثل ما ذكرنا هي الأحمر والأخضر والأزرق، أما الألوان الأساسية في الرسم يعني هو طلب منا أن نجري مقارنة، هل الألوان الأساسية للضوء متماثلة مع الألوان الأساسية في الرسم؟ رأينا أن من خلال المقارنة هناك فرق في أحد الأضواء الأساسية. الأضواء الأساسية أو الألوان الأساسية في الضوء هي الأحمر الأخضر الأزرق RVB، في حين أن الألوان الأساسية في الرسم هي الأحمر والأصفر والأزرق. إذن ففي الفارق بينهما الأخضر هو لون أساسي في الضوء، في حين أن الرسم أو ميدان الصباغة والرسم فإن الأصفر هو اللون الأساسي بدل الأخضر. إذن قال لماذا؟ لماذا هذا الفرق؟ إذن قلنا فالأول هو مزج أضواء، يعني من هو الأول؟ مزج الألوان الأساسية في الضوء لماذا تختلف عن الألوان الأساسية في الرسم؟ فالألوان الأساسية في الضوء عند مزجها فنحن نقوم بمزج أضواء أو أمواج ضوئية، في حين أننا في الرسم حينما نقوم بالمزج فنحن نقوم بمزج مواد كيميائية أو أصبغة لنقول. إذن فهو مزج أصبغة. نمر إلى الآن تركيب ضوئين أساسيين مثل ما ذكرنا دائما، يعني مع استنتاجاتنا قلنا فمركبات أضواء الألوان الثانوية التي استخلصناها من التجربة السابقة هي GMC، هذه هي GMC أي الضوء الأصفر والضوء الأرجواني أو الوردي والضوء السماوي. إذن فهذه هي مركبات أضواء الألوان الثانوية. قال هل الألوان الأساسية هي الطريقة الوحيدة التي يتم بها الحصول على الضوء الأبيض؟ إذن الطريقة التي يتم بها الحصول على الألوان الأضواء الثانوية، أو قال كيف تسمى الطريقة التي حصلنا بها على الألوان الثانوية؟ فالطريقة التي تم بها الحصول على ألوان أضواء ثانوية تسمى طريقة التركيب الجمعي للأضواء، يعني كل ما نفعله أننا نجمع ضوئين مع بعض، لهذا سمي بالتركيب الجمعي. جمعنا الأحمر مع الأخضر أعطى لنا الأصفر، جمعنا الأحمر مع الأزرق أعطى لنا اللون الأرجواني، جمعنا الأخضر مع الأزرق أعطى لنا اللون السماوي. إذن فهذا لهذا سميت هذه الطريقة بطريقة التركيب الجمعي للأضواء. الآن نمر إلى التكملة، مزج أو تركيب ضوء أساسي مع ضوء ثانوي، ماذا يعطيان لنا يا ترى؟ إذن لاحظ معنا في هذه المحاكاة أننا مزجنا الأحمر مع الأخضر فأعطي لنا اللون الأصفر الذي هو ضوء ثانوي. إذن إذا مزجنا هذا الثانوي مع لون أساسي ماذا سيعطي لنا؟ إذن لنتابع هذه المحاكاة، إذن سنمزج كما تلاحظ الأزرق مع الأصفر، لاحظ أنه أعطى لنا لون أبيض. سنعيد محاولة أخرى،
يعني لون ثانوي آخر مع لون أساسي آخر. لنتابع. إذن الآن حصلنا على لون ثانوي وهو الأرجواني. الأرجواني قلنا هو من الأزرق مع الأحمر. إذن سنمزجه مع ضوء أساسي وهو الأخضر. لاحظ كذلك أنه أعطى لنا اللون الأبيض. ثم المحاولة الثالثة، سنجرب اللون السماوي مع من يا ترى؟ اللون السماوي مع الأحمر بكل تأكيد. إذن لدينا السماوي حصلنا عليه من الأخضر والأزرق. إذن ثانوي مع أساسي يعطي لنا ضوء أبيض. إذن لنجب على التساؤلات الواردة في هذا النشاط. إذن هنا كذلك شكلنا جدول لون الضوئين المسلطين على الشاشة. لدينا ضوء أحمر وضوء سماوي. قلنا الأحمر هو أساسي والسماوي هو ثانوي. مركبتيهما هما RC، يعني أحمر والسماوي. ما هو الضوء الذي شاهدناه على الشاشة؟ شاهدنا ضوء أبيض. ثم المحاولة الثانية، أساسي آخر وهو الأخضر مع ثانوي آخر وهو الأرجواني. VM عند مزجهما أعطيا لنا ضوء أبيض. ثم الثنائية الأخرى، ضوء أساسي أزرق مع ضوء ثانوي أصفر، مركبتيهما BG فأعطيا لنا ضوء أبيض. لنفسر، يعني قال لنا هل إعادة تركيب الضوء الأبيض تكون فقط بتجميع الأضواء الأساسية فقط؟ إذن نرى من خلال هذه التجربة التي أجريناها أن إعادة تركيب الضوء الأبيض كذلك يتم الحصول عليها من تجميع ضوئين، أحدهما أساسي والآخر ثانوي. إذن نقول إعادة تركيب الضوء الأبيض تكون بتجميع الأضواء الأساسية وكذلك بتجميع ضوء أساسي وضوء ثانوي مكمل له. إذن فلنستنتج، الضوء الأساسي قال هو كيف نسمي كل ضوء ثانوي وضوء أساسي يعطيان الضوء الأبيض، كيف نسميهما؟ إذن فالضوء الأساسي والضوء الثانوي اللذان يشكلان لنا الضوء الأبيض عند تجميعهما أو تركيبهما يسميان ضوئين متكاملين. يعني ففي هذه الأمثلة نقول أن الضوء الأحمر هو مكمل للضوء السماوي أو العكس، الضوء السماوي مكمل للضوء الأحمر. لماذا؟ لأنه عند تجميعهما أعطيا لنا ضوء أبيض. ونقول أن الضوء الأخضر يكمله الضوء الأرجواني، والأرجواني يكمل الأخضر لأنهما يعطيان الضوء الأبيض. ونقول أن الضوء الأزرق يكمله الضوء الأصفر، والضوء الأصفر يكمله الضوء الأزرق. إذن لماذا؟ لأنهما أعطيا لنا الضوء الأبيض. إذن هذا بالنسبة للضوئين المتكاملين. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة فيما يتعلق بالتركيب الجمعي، ونتطرق في الحلقة القادمة بإذن الله إلى الجزء الثاني والمتمثل في نموذج التركيب الطرحي. إذن في الأخير أسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا، كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم مما قدمناه لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.